أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام إلى هذه التغطية الحية والمباشرة عبر شاشة إكسترا نيوز، حيث نبدأها مع حضراتكم بهذا الخبر. نفى مصدر رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح دولة الاحتلال إسرائيل، مؤكدا أن الخبر غير صحيح. ولذلك أشار المصدر إلى أن تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني. وتتعامل مصر مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي، وتؤكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. نتابع. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد عن أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه مع حضراتكم في سياق العرض التالي. ولمتابعة أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. بعد التحية دكتور، لماذا في هذا التوقيت تكثر الشائعات ومن قبله في أزمات متكررة تكثر الشائعات حول الدور المصري التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ مساء الخير حضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين. بالتأكيد حضرتك زي ما يعني كلنا عارفين انه الشائعات هي احد الاسلحه اللي بتستخدم في حرب الجيل الرابع، اللي بتستخدم لضعاف الثقه في الشعوب وتفتيت الدوله بوجه نعم، وده الاسلوب المتبع في كل المناطق المحيطه بيها. والحقيقه الشائعات بتاخد منحنى واخر، واخرها ما صدر من شائعات بخصوص السفينه. الحقيقه يعني دور مصر في الحفاظ على القضيه الفلسطينيه والوقوف مع القضيه الفلسطينيه ده دور لا يزايد عليه احد، يعني مصر اكاد اجزم انها الدوله الوحيده في العالم التي بذلت كل غالي ونفيس من اجل القضيه الفلسطينيه والحفاظ عليها قائما، يعني وده كان توجه حتى فخامه الرئيس في المرحله الاخيره، رفض فكره التهجير ودعا الى حل الدولتين
لحفاظ على الامن القومي المصري، ولانه فكره تهجير الفلسطينيين حتى مش الى داخل الحدود المصريه لاي مكان اخر هتنتهي الى ان القضيه الفلسطينيه هتنتهي. وبالتالي الحرب الشائعات استخدام حاجات زي كده في هذا التوقيت بالذات الحقيقه ده اسلوب ممنهج. والدوله المصريه هي الان هي الدوله الوحيده في المنطقه اللي واقفه متماسكه في منطقه الشرق الاوسط اللي كان المفترض ليها ان يتم تفتيتها كسائر الدول المحيطه بينا، ولكن عنايه الله والشعب المصري العظيم والقياده السياسيه الواعيه اللي حافظت على هذا الوطن قائم حتى الان. الحروب الجيل الرابع ما زالت مستمره ولن تنتهي، احنا علينا دور ان احنا لابد ان نعي هذا الكلام وان احنا نكون نصطف على قلب رجل واحد خلف القياده السياسيه. فالقضيه الفلسطينيه مش محل نقاش ان حد يزايد على دور مصر فيها. نعم، مصر بتتعامل مع القضية الفلسطينية دكتور عصام باعتبارها أمن قومي مصري وأمن قومي عربي، وكما ذكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أنها قضية القضايا في عام 2023 بعد حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع اللي بتمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من نساء وأطفال وشيوخ عزل لا يملكون شيئا. لماذا في هذا التوقيت؟ هذا حضرتك ما أجبت عليه، ولكن ما هي الأهداف من وراء دس هذه السموم وهذه الشائعات في مثل هذه الأوقات عندما نقترب أو تقترب مصر من ما يسمى برأب الصدع أو التقريب في بعض وجهات النظر للتخفيف على أشقائنا وأهلينا في قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة ككل؟ خليني أقول لحضرتك يعني الجزء بتاع التوقيت حضرتك لمسته في سؤالك، لأنه حسب المعلومات المتوافرة الآن أن هناك حلحلة في موضوع تبادل الأسرى والاقتراح اللي قامت به مصر مؤخرا بتبادل الأسرى على أجزاء والدخول إلى مرحلة مؤقتة لوقف إطلاق النار ثم التفاوض ثم الانتهاء. طبعا هنا برضو بنأكد الكلام ده على دور مصر في حل القضية الفلسطينية. نمرة اثنين ان مصر بتقرب انها تحلها، وبالتالي لابد ان يكون هناك شائعات في هذا الموضوع علشان يعمل خلخلة داخل المجتمع المصري وداخل النسيج الواحد في مصر، من اجل انه زي ما حضرتك عارف ان وحدة وتماسك الدول هو الاساس الحقيقي في الحفاظ عليه، وبالتالي هو يريد انه يحصل خلخلة داخل مصر لاقتراب او لدور مصر الفعال. مؤخرا كمان هي مصر دورها فعال، لكن الحلول البديله اللي ابتدت مصر تطرحها الان اللي ما حدش طرحها قبل كده اللي وصلنا الى طريق مسدود، هذا دعا في هذه المرحله وفي هذا التوقيت انه يتم اطلاق هذه الشائعات. وخلينا اقول لحضرتك والاستاذ المشاهدين ان احنا منتظرين كل ساعه شائعه جديده، ولكن خيرا فعلت المصادر رفيعه المستوى في الدوله انها بترد على الشائعات، وبالتالي ايضا الحكومه، لان في حاجات حتى تمس الدخل المصري وتمس المواطن المصري بيتم اصدار شائعات من قبلها، وبالتالي احنا علينا دور هو الوعي الحقيقي في هذه المرحله. نعم. وبعدين كمان حضرتك طرحت انه مع اقتراب كمان الانتخابات الامريكيه بعد ايام الموضوع بيتزايد وهيتصاعد، فعلينا ان نعي الى كل هذا. وبضيف على كلام حضرتك انه الحفاظ على القضيه على القضيه الفلسطينيه حفاظا على امن المنطقه والامن القومي المصري والامه العربيه، لكن ايضا عايز اضيف لحضرتك انها كمان لحمايه منطقه الشرق الاوسط، لانه انتهاء القضيه الفلسطينيه ويكون هناك عبث كثير في هذه المنطقه. نعم، ويمكن ذكرها الدكتور بدر عبد العاطي في حديث سابق أن غطرسة القوة اللي بتمارسها دولة الاحتلال لن تجنبها أو لن تأتي لها بسلام واستقرار والعيش بأمان في منطقتنا العربية والشرق أوسطية. حضرتك التاريخ الحديث ثبت أن كل الصراعات اللي بتتدخل فيها الجانب العسكري لا تنتهي. علينا مثال قريب يعني في العصر الحديث ومن سنوات قريبة، الصراع الروسي الأوكراني هو لم ينتهي بعد حتى الآن. ففي الحروب الحديثة اللي بتستخدم فيها الأسلحة لا يوجد كاسب بصفة بنسبة 100% ولا خاسر، لا أحد كاسب ولا أحد خاسر، هو بيكون مجرد صراع. ولهذا
خلينا اقول ان يعني الشيء والشيء يذكر ان الحروب القادمه في العالم هي الحروب الاقتصاديه، وهنا كان وعي القياده السياسيه المصريه بزراعه اضافه 4 مليون فدان. هو خارج سياق الموضوع بتاع حضرتك، بس عايز اقول ان المواضيع كلها متشابكه مع بعض. يعني من ضمن اساسيات الامن القومي المصري هو الاقتصاد المصري والوضع مصر على الطريق الصحيح، وده بان في مؤخرا لما الدين الخارجي بتاع مصر تناقص. وبالتالي لازم احنا نكون فخورين بان التعب التخطيط اللي خططته القياده السياسيه والتعب اللي تعبه الشعب المصري في الازمات الاقتصاديه اللي فاتت سيؤتي بثماره في القريب. وبالتالي عايز اوضح انه الحرب القادمه في العالم هتكون حرب الغذاء، ولهذا علينا ان نعي هذا جيدا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني. نتابع مع حضراتكم تلك المسارات في العرض التالي. وينضم إلينا الآن مشاهدي الكرام الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. بعد التحية أستاذ إسلام، الرابط ما بين ظهور الشائعات أو بث الشائعات واقتراب مصر من التوصل لاتفاق لتهدئة الأمور في منطقتنا العربية والشرق الأوسط وخاصة منها الجانب الفلسطيني المحتل. أعتقد أن الجميع يدرك الآن من الذي يزكي مسألة إفشال هذه المفاوضات الدبلوماسية المضنية التي يعني تعد بمثابة معركة دبلوماسية في حد ذاتها على مدار عام قادتها مصر بجرأة شديدة ودبلوماسية يعني باقتدار. وأعتقد أيضا الآن يدرك الجميع أنه كلما أوشكت مصر على تحقيق أو إحراز هذه الهدنة ظهرت أصوات ضالة حقيقة، لا تريد للشعب الفلسطيني حياة، ولا تريد للدولة الفلسطينية وجود، ولا تريد للمنطقة تهدئة. هذه الأصوات التي يعني تحاول إفشال كل المساعي السلمية التي تقودها مصر مع شركائها الإقليميين، هذا أولا. ثانيا
مثل هذه الشائعات لم نعد نلتفت إليها كثيرا. المواطن المصري وأيضا المواطن العربي يدرك جيدا قيمة مصر وقدر مصر وشجاعة مصر في التصدي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، ومساعي مصر لإفشال عملية الحصار والتجويع وضرورة إنفاذ المساعدات والتواصل مع كل شركاء سواء في الإقليم أو القوى الدولية من القادة في مختلف دول العالم الفاعلين في هذا الملف تحديدا. نعم، هل هناك بعض المآرب الخبيثة التي تصبو إليها بعض الأطراف الإقليمية لتفشيل أو تعطيل مساعي مصر ودور مصر التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية على حساب أشقائنا الفلسطينيين؟ خلينا نقول أن يتم استخدام القضية الفلسطينية، يتم توظيف القضية الفلسطينية توظيف سياسي لتحقيق مصالح ميليشيات ومصالح أسماء بعينها معروفة في المنطقة ويدركها المواطن العربي والمواطن الفلسطيني في الأساس. هؤلاء لا يريدون أن تكون هناك تهدئة، هؤلاء لا يسعون إلى الخراب والدمار والفوضى لتحقيق مصالحهم الضيقة وتحقيق أهدافهم بتفتيت المنطقة وضياع القضية بالأساس. استمرار الأوضاع المختلة وانفصال القطاع عن الضفة الغربية من جانب، وأيضا ما يحدث من عدوان إسرائيلي على القطاع وعلى لبنان أيضا يعتبر يعني استمرار لحالة يريدها البعض، حالة من الفوضى والسيولة في المنطقة، لتظل الأوضاع والقضية رهينة لهؤلاء ويتم استخدامها وقتما أرادوا كيفما أرادوا لتحقيق مصالح معينة. يعني الجميع يعرف كيف يتم إدارة هؤلاء وكيف يفكرون وكيف يستهدفون فكرة الدولة الوطنية في حد ذاتها. هم بالأساس ضد فكرة الدولة الوطنية سواء كانت دولة فلسطينية أو أي دولة عربية. نعم، وهنا أستاذ إسلام أسأل حضرتك، من المستفيد بالأساس من بث هذه الشائعات وخلق معيار الفرقة ما بين الأشقاء رغم المساعي المصرية الحثيثة دوما ودائما بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 67 وبمحاولات الوصول لاتفاق أو هدنة للتهدئة ولعودة الأوضاع كما كانت عليه في السابق ما قبل 7 أكتوبر 2023؟ من يختطفون القضية لمصالحهم هؤلاء هم المستفيد الأول. أكبر الخاسرين هي القضية ذاتها والشعب الفلسطيني. لكن أعتقد أن القيادة المصرية والقيادة السياسية المصرية وما تفعله، يعني خلينا أقول لحضرتك أن عندما صمتت كل أصوات المطالبة بالتهدئة وضرورة تسوية سياسية وسلمية لهذا الصراع، كانت مصر منذ بداية الأسبوع الماضي عندما التقى السيد الرئيس بشقيقه الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة خاصة إلى مصر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نجاح الجهود المصرية والمبادرة المصرية في أن هي تقرب وجهات النظر بين أطراف الصراع وأن يكون هناك اتفاق مع الشركاء الإقليميين بمبادرة جديدة. يعني بدأت بيومين مع إطلاق سراح أربع رهائن، ثم يتبعها مرحلة أخرى لمدة 10 أيام، ثم تحركت المياه الراكدة بمبادرة مصرية في الأساس. هذا ما يقلق هؤلاء جميعا. مصر قادرة على أن تغير دفة الأمور وبوصلة الأمور وفي الاتجاه الصحيح لمصلحة القضية ومصلحة التهدئة، وحتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من هذا. نعم، وهنا سؤال للتذكرة للسادة المشاهدين ولاستعادة الذاكرة التاريخية بالدور المصري الثابت والتاريخي والأصيل تجاه القضية الفلسطينية قضية القضايا. أستاذ إسلام، ماذا لو لم تقف مصر وقفتها لإدخال المساعدات الإنسانية ولمحاولاتها المتكررة مع أطراف إقليمية ودولية لإيقاف نزيف الدم وإيقاف هذه الحرب التي تمارس من جانب دولة الاحتلال، سواء حرب التجويع أو حرب الإبادة الجماعية للأطفال والشيوخ والنساء في قطاع غزة؟ ماذا كان يحدث لو لم تتدخل مصر ولو لم تقف مصر وتؤدي دورها الثابت والتاريخي؟ في أيام معدودة كان الاحتلال الغاشم بقواته وآلياته العسكرية لكان أن يدمر القطاع عن بكرة أبيه في أيام معدودة، ولكن الموقف المصري والصوت المصري القوي والدبلوماسية الرئاسية الدؤوبة والتحركات من الأجهزة السيادية والأمنية ووزارة الخارجية المصرية والدور العظيم الذي تقوم به على مدار عام كامل، كانت يعني
أقول بكل يعني وضوح إنها معركة دبلوماسية كانت شديدة الوطأة. التفاوض ليس مسألة سهلة على الإطلاق في ظل وضوح رؤية لدى الاحتلال وغياب رؤية لدينا نحن. وكيف قامت مصر بتدشين موقف عربي صارم واضح جريء شجاع، وكيف دعت مصر إلى قمة دولية في القاهرة دعت فيها كل قادة العالم، طبعا في القلب منهم قادة الدول العربية أشقائنا. كيف كان صوت مصر قوي في هذا الأمر منذ البداية بأنه لن يتم تهجير الفلسطينيين ولن يتم تصفية القضية، لن نسكت على أنه يتم احتلال أو وجود احتلال إسرائيلي مرة أخرى في قطاع غزة، لن نسمح لقوات الاحتلال بأن تكون موجودة على المحاور لتضيق الخناق وتحاصر شعب الفلسطيني الأعزل البريء لكي يدفع ثمن ما قامت به المقاومة. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. الموقف المصري من القضية الفلسطينية يحكمه عدد من الثوابت التي لم تتغير على مدار سنوات هذه القضية، هو الأمر الذي أكسبه القوة والمصداقية داخليا وخارجيا. المزيد نتابعه وإياكم في التقرير التالي. على مدار عقود ومنذ عام 1948 ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابتا وكبيرا، فارتباط دائم تمليها تبارة الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، دعم جوهره أن السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين بعيدا عن تصفية القضية الفلسطينية والعمل على الحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية. الرؤية المصرية تقوم على ضرورة تحقيق مبادئ الشرعية الدولية وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق برز الدور المصري في القضية كركيزة استقرار المنطقة، فاتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي. وعقب إعلان الاحتلال فرض الحصار على غزة بعد عدوانه في 7 أكتوبر الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة للقطاع، فتسرعت خطى كل مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني لحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات سواء طبية أو غذائية أو غيرها. وبالتزامن مع فتح مصر معبر رفح على مدار 24 ساعة، حددت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمة الإغاثة وتوصيلها للقطاع في ظل حالة الحصار التي فرضها الاحتلال على المدنيين. إلى جانب ذلك أكدت مصر مراراً رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وسعى كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة. وتجلى الموقف المصري في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية. وينضم إلينا هاتفيا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. بعد التحية دكتور هشام، حجم ما تحملته مصر في تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يمارس من قوة الاحتلال وهذه الغطرسة اللامتناهية على مدار أكثر من عام، حجم ما تحملته مصر من صعاب
من قبل أو نتيجة تأييدها للقضية الفلسطينية وأنها قضية القضايا وضرورة إقامة السلام في منطقتنا العربية والشرق أوسطية وأيضا حل الدولتين على حدود 4 يونيو 67؟ أهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. أنا حابب يعني أنا فخور بالدور المصري اللي هو على الحقيقة الدولة المصرية هي الداعم الحقيقي والرئيسي فيما يتعلق للقضية الفلسطينية كانت ولا زالت. الدولة المصرية هي دولة عاقلة، دولة راشدة قوية، وفاهمة الألعاب كويس اللي بتحاك على الإقليم، وفاهمة الألعاب اللي بتحاك على المنطقة ككل وعلى تصفية القضية الفلسطينية. مصر لاعب محترف مش هاوي، وطني قومي عروبي أصيل، لا يمكن أن يزاد أحد على الدور المصري وعلى الأثمان التي دفعتها الدولة المصرية وإلا تدفعها إلى الآن. الدولة المصرية بتمر بضغوط كبيرة جدا على أوضاع كثيرة بسبب تحملها لوقف المخطط الشيطاني اللي كان بيهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ومش فقط كده، ده ليه تبعات على المنطقة العربية ككل. فاللي كان بيتعامل بحكمة ورشد وفهم للسياسة الدولية وفهم للمخططات كما أبشر مخطط 2011 هو نفسه إن هو بالنسبة له الآن هو حجر العثرة أمام المخطط كبير جدا. لا يمكن أن يزايد على الدور المصري، ولا يمكن لثلة مأجورة لها أهداف ودائما ما تظهر هي بالنسبة لها في الأوقات الخاطئة اللي تمارس دور عكس الوطنية المصرية أو تجعلنا نتشكك في هذا الدور الوطني الذي تحملته القيادة السياسية المصرية وتحملته الدولة المصرية. مصر منذ اللحظة الأولى وعت للمخطط بشكل كبير جدا، تحركت تحركات، عقدت مؤتمر. على الحقيقة نستطيع نقول أن الذي أفشل المخطط هي التحركات الأولى التي تحركها الدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوعيه بالمخطط من أوله. المنطقة على شفا جرف انهيار، القوى العالمية بتتصارع، في دول بتهدد باستخدام النووي في ظل وضع إقليمي ملتهب يهدف في النهاية للضرر البالغ بالمنطقة العربية. مصر تتحرك في هذا الإطار، مصر لا يمكن أن يزايد على دورها. مصر من اللحظة الأولى لو كان لها أي أهداف غير خدمة القضية الفلسطينية كان يكون لها توجه آخر. مصر يعني استطاعت أن هي بالنسبة لها أن هي توحد الموقف العربي على موقف واضح ومحدد فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية اللي حدودها على حدود 67 الرابع من يونيو، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، دعت بشكل كبير جدا لاتخاذ مواقف دولية، غيرت بسبب الموقف المصري مواقف دول أوروبية كثيرة. مصر دعت بشكل كبير جدا ومع القوى العاقلة اللي موجودة في العالم لتغيير وجهة النظر، رغم ان ما حدث في 7 من اكتوبر كان يعتبر صادم للعقلية الغربية، ولكن مصر استطاعت مع الصبر والسياسة ان هي تغير من الرواية، تلفت النظر للمخطط الحقيقي لما يفعله الاسرائيليون، ما يحدث في غزة. استمرت في دعم بالمساعدات بشكل كبير جدا اللي هو اعطى الروح والامد. تحركاتها الدبلوماسية مع القوى الإقليمية ومع القوى اللي موجودة مع الضغط العربي، طبعا هو يفهم الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جدا ان ما يحدث هو بالنسبة له يمثل مخطط بيفشل بشكل كبير جدا، بيضغط بمنتهى القوة. العقلية المصرية هي اللي بتدير الصراع على عكس أهداف المخطط الصهيوني نفسه، ان هو يريد ان يصفق القضيه الفلسطينيه ومن ثم لاعاده تشكيل شرق اوسط جديد. مصر واقفه على المخطط الكبير وما لهاش اي مبرر غير تتحرك من ارضيه وطنيه وقوميه عربيه اصيله. الدور المصري لا يمكن ان يزايد عليه احد. الدور الوطني المصري كل المصريين الشرفاء بيعلموا بشكل كبير جدا ما قدمته وتقدمه الدوله المصريه. خلينا نقول بقى اللي بيطلع في الوقت ده، ان انت بالنسبه لك اللي تحتاجك الدوله المصريه فمخطط في التوقيت ده في اللي بيحصل في العالم ده، وظيفتنا كمصريين وطنيين ان احنا بالنسبه لنا يعني نقف كالبنيان المرصوص خلف هذه القياده الواعيه الاستراتيجيه اللي فاهمه، مش بنزود الضغوط، مش بنستجيب لمؤامرات بيلعبها اطراف لصالح مصالح شخصيه. هو بيلعب لصالح المخطط اليهودي نفسه، ان انت بالنسبه لك انت عايز
يدخل الدول في 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 صراعات لها شكل معين من خلاله يستطيع ان يحدث ما احدثه في 67. ولكن هيهات طبعا الوعي المصري دلوقتي في انضج صوره، والملفات معقده والمتشابكه جدا، اللي هو بالنسبه له لا يعي يعني ايه سياسه دوليه او يعني ايه فن تفاوض طويل الامد. اذا يمكن يعني ان نستخلص من كلام حضرتك يا دكتور انه يجب على المصريين جميعا ان يلتفوا وان يكونوا لحمه واحده في صف القياده السياسيه والدوله المصريه. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضافات وهذه المداخله دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. اتخذت مصر سياسة واضحة وموقفا صارما لدعم سكان قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي انطلاقا من إيمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية، حيث أكدت مرارا وتكرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. المزيد في العرض التالي مع زميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. تهجير سكان قطاع غزة هدف استراتيجي للاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان، ونية لا يخفيها قادته رغم الرفض الإقليمي والدولي لهذه الخطوة. فبقيت الأساس الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه بشتى الطرق، مستخدما كل وسائل القتل والترويع والتدمير ضد الفلسطينيين. ومنذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة شرع الاحتلال في تنفيذ مخططه الشيطاني، معتمدا سياسة الحصار من خلال تشديده ليصبح حصارا شاملا قاطعا كل سبل الحياة من ماء وغذاء ووقود وكهرباء، فضلا عن تعمد ارتكاب المجازر والترويع. الاحتلال استهدف إيقاع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ونطاق واسع من الدمار لم يستثني شبرا في القطاع، فضلا عن تدمير كامل للبنية التحتية واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد، فضلا عن تعذيب واعتقال آلاف الفلسطينيين. في ظل هذا الفكر التزمت دولة الاحتلال سياسات تدفع باتجاه تفريغ قطاع غزة من ساكنيه، وذلك من خلال استخدام أوامر الإخلاء المتدرجة لبعض مناطق القطاع وتفريغها من السكان بما يؤول إلى تجميعهم في الجنوب. إلا أن صمود سكان القطاع يبدو أنه قد أعاق هذا المشروع خلال عام كامل. ورغم هذه الإعاقة فإن المتغيرات على الأرض شجعت الاحتلال لتنفيذ خطة التهجير، ولكن بشكل جزئي وتدريجي موجها مخططه نحو الشمال، حيث يواصل منذ أكثر من أسبوعين حصاره المشدد والخانق على شمال قطاع غزة وسط تصعيد لجرائم التطهير العرقي وارتكاب مجازر مروعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين كمجزرة بيت لاهيا، علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية. كما مارس الاحتلال المزيد من الترويع ضد المدنيين في الشمال، حيث حاصر مراكز الإيواء بعدد كبير من الآليات العسكرية في مشهد مرعب ومخدع النساء والأطفال للتفتيش والترهيب. كما حرص الاحتلال على خلق ظروف طاردة لسكان الشمال، فلا تزال المستشفيات محرومة من الإمدادات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وللمصابين، بالإضافة إلى أن الواقع الإنساني المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل حصار خانق ومنع تام لوصول المساعدات الإنسانية من طعام وغذاء بشكل كامل. هذا الواقع المرير دفع عشرات المنظمات الخيرية العالمية لدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن شمال القطاع يتعرض للمحو بسبب المجاعة المنتشرة وإجبار المدنيين على إخلاء منازلهم، متهمة الاحتلال بتعمد منع دخول الطعام وداعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الفظائع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت هذه المنظمات أن حدة الهجوم الذي يشنه الاحتلال على غزة تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع، حيث تم محو شمال غزة من على الخريطة، ومشددة على أن هذا ليس إخلاء بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة
النارية. رغم كل هذه الجرائم التي ترتكب ضدهم، ما زال الفلسطينيون متشبثين بأرضهم، رافضين النزوح إلى جنوب قطاع غزة وفق أوامر جيش الاحتلال، ليكون صمود مئات الآلاف من أهل شمال القطاع دورا محوريا في إعاقة مشروع ومخطط التهجير، ليس في الشمال وحده ولكن في كامل القطاع. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لتفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع سكان قطاع غزة للقبول بالتهجير، سعيا لتفريغ القطاع من أهله. شكرا لكم على المتابعة. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة. وشدد الرئيس على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها، كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، وكذا النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع. حيث شدد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها، كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين لكونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد أيضا التطرق إلى الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، حيث أكد السيد الرئيس أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق. كما حذر السيد الرئيس من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة. هذا وقد شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق لاستضافة يوم المدن العالمي يجسد ما تعنيه المدن الساحلية من قدرة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات البيئية. وخلال كلمته في فعاليات انطلاق يوم المدن العالمي، أوضح مدبولي أن الإسكندرية مركز ثقافي وحضاري فريد في المنطقة ونموذج ملهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضارية المعاصرة. أود أن أرحب بكم جميعا في مدينة الإسكندرية التي تستضيف اليوم هذا الحدث العالمي المميز. إن اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق يجسد ما تعنيه المدن الساحلية من قدرة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات البيئية. فالإسكندرية ليست فقط مركزاً ثقافياً وحضارياً فريداً في المنطقة، بل هي نموذج ملهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضارية المعاصرة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ بتوطين التنمية المستدامة في مجال المناخ، مؤكدا الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للجميع. إن وجودنا اليوم معا يعكس التزامنا المتجدد بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للجميع. ومن خلال هذا الحدث نتطلع لتسليط الضوء على التجربة المصرية التنموية ورؤيتنا الواضحة لمستقبل يراعي الاستدامة البيئية ويسعى لتمكين المدن
من مواجهة التحديات المناخية المتزايدة بفاعلية، كما سيتيح لنا هذا الحدث فرصة لاستكشاف حلول جديدة للتحديات البيئية التي تواجه المدن، خاصة تلك التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء التغير المناخي مثل مدننا الساحلية. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية محافظة الإسكندرية للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة تخص الأمطار، مشددا على أهمية التعامل معها بأقصى كفاءة ممكنة. جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الإسكندرية، استهلها بتفقد اصطفاف معدات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول معدات وتجهيز المحافظة لمواجهة طوارئ الأمطار والتي يبلغ إجمالي عددها 1250 معدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة، وتتضمن معدات الصرف الصحي ومعدات شركة مياه شرب والمعدات الهندسية للأحياء ومعدات شركة الكهرباء وسيارات الإسعاف. نفى مجلس الوزراء ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل، مشيرا إلى أنها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك. كما أوضح المتحدث الرسمي بأن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على تنمية اقتصادية للبحيرة وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه، حيث سيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية وتطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق كارمن مازيلو قائد القوات البرية الإيطالية. تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق كارمن مازيلو قائد القوات البرية الإيطالية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. من جانبه أكد قائد القوات البرية الإيطالية على حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع حلول فصل الشتاء، أعلنت وزارة الداخلية مدى فعالية المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من الغد الأول من شهر نوفمبر.
إلى هنا مشاهدي الكرام نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية الإخبارية التي قدمناها لحضراتكم عبر شاشة إكسترا نيوز. أنقل لحضراتكم تحيات فريق عمل هذه التغطية، وهذه تحياتي محمد المهدي. إلى اللقاء.